أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا لقاء تنبيه من المستوى الثاني سهر المفعول إلى غاية يوم الغد إن شاء الله الجمعة تقريبا على جل المرتفعات الداخلية الشرقية وكذلك منطقة الواحات على كل من ولاية أقول جنوب ولاية جلفة، شمال ولاية باتنة، جنوب ولاية خنشلة، جنوب ولاية بسة كذلك، حتى على كل من بسكرة ولاية جلال المغير والواد كذلك، حتى على ولاية توغورت. إذا درجات الحرارة تحت الظل بإمكانها أن تصل إلى 49 درجة تحت الظل. أما عن حالة السماء خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مغشات مع نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة على الواجهة الساحلية، لكن على المرتفعات والهضاب سحب ركامية أحيانا مطرة خلال الأمسية تقريبا على جل المرتفعات مع بعض الزخات من المطر تحت وقع رعود لتلتحق ليلا على كل من السواحل الوسطى والسواحل الشرقية. نفس الوضعية الجوية على أقصى الجنوب مرتفعات الوقار والتاسيلي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله درجة الحرارة الدنيا ترتفع على كل من باتنا كذلك تبسة خنشلة لتقارب 34 درجة، 26 درجة العاصمة، ترتفع أكثر على كل من بسكرة المغير توغورت وادسوف لتقارب 36 درجة، ولن تتعدى 26 درجة على مرتفعات الوقار والتاسيلي. خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى بعد الزوال ترتفع على المرتفعات الداخلية خاصة الشرقية لتقارب 48 درجة تحت الظل على كل من جنوب ولاية أقول ولاية الجلفة كذلك شمال ولاية باتنا حتى على جنوب ولاية خنشلة جنوب ولاية بسة لترتفع أكثر لتقارب 49 درجة على بسكرة ولاية جلال المغير ودسوف حتى على ولاية توغورت ولن تتعدى 39 درجة على مرتفعات الوقار والتاسيلي. أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله سيبقى من هادئ إلى قليل اضطراب على كل من السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، لكن مضطرب محليا خلال الأمسية على الواجهة الغربية رياح معتدلة تصل غاية 40 كيلومتر في الساعة، درجة حرارة مياه البحر تقارب 28 درجة مئوية.